مراهق لم يتجاوز 14 من العمر يحضر افتتاح أولمبياد باريس، هل يمكن أن يكون إرهابياً خطيراً يهدد حياة من حوله؟ هذا ما نبهت إليه دراسة أمنية حديثة تناولت 27 هجوماً أو مخططاً إرهابياً، اثنان منها تضمنا بشكل واضح مراهقين يخططون لاستهداف الألعاب الأولمبية. الدراسة ذكرت أيضاً إلقاء القبض على 60 مشتبهاً فيهم نتيجة إحباط هذه العمليات في الأشهر الثمانية الأخيرة، من بينهم 38 تراوحت أعمارهم بين 13 و19 عاماً. حسب خبراء أمنيين، فإن الجماعة الإرهابية الأكثر قدرة على تنفيذ هجوم يوقع إصابات جماعية هي فرع داعش المتمركز في ولاية خراسان في أفغانستان، والذي يطلق عليه اسم داعش خراسان. وكما أشارت أحدث بيانات يوروبول، فإن عدد هجمات ومخططات هذا التنظيم زاد بأكثر من 4 أضعاف منذ عام 2022. وفي إطار محاولاته لإظهار قدرته على تنفيذ هجمات في الخارج، يقوم تنظيم داعش خراسان عبر الإنترنت بنشر كتيبات إرشادية للهجوم لمساعدة أتباعه على تطويع الطائرات بدون طيار لحمل العبوات الناسفة، مع التركيز على الدرونز المتاحة تجاريا وكيفية توظيفها في هجمات فردية ضد ملاعب الأولمبياد. أشار أيضاً مسؤول أمني فرنسي إلى أن 250 من أصل 1000 طلب تم رفضها لأفراد أرادوا التطوع في الأولمبياد، وذلك بسبب صلاتهم المباشرة أو غير المباشرة بجماعات متطرفة أو تنظيمات إرهابية. فهل حماية 15 مليون زائر للألعاب الأولمبية سيشكل صداعاً أمنياً وتحدياً للسلطات الفرنسية، أم أنها على قدر التحدي؟